غروب الشمس نذير انتهاء يوم جديد من حياتنا، لكن في وادي رم بصحراء حسمة بالأردن يكون علامة بداية مختلفة، حيث بداية مغامرة فريدة من نوعها. مبادرة رام سكاي أدفنتشرز مبادرة تهدف إلى إتاحة الرصد الفلكي بالتلسكوبات والأدوات الفلكية للمهتمين من المواطنين والسائحين داخل منطقة وادي رم. تم اختيار هذا الموقع لسببين أساسيين. السبب الأول هو أنه وادي رم هي المقصد الثاني للسواح في الأردن من ناحية العدد. يزور هذا المكان ما بين سواح أجانب وأردنيين حوالي 250,000 سائح في السنة، ويقيمون في مخيمات جميلة جدا محيطة فينا، بيباتوا ليلة وليلتين. فالسبب الأساسي هو أن نكون قريبين من السواح، قريبين من السوق أو الناس. السبب الثاني المهم أيضا هو الجانب الفلكي. وادي رم من أحد الأماكن المميزة في العالم للرصد الفلكي، وأيضا لعدة أسباب: قلة الضجيج الضوئي، الارتفاع المناسب، درجة الحرارة المناسبة اللي هي بتمكن الإنسان من رؤية عدد كبير من أجرام السماء. وادي رم ليس الموقع الأفضل لرؤية مثالية للنجوم والكواكب فقط، فقد تشابهت تضاريس رم معه حتى أطلقوا عليه وادي القمر، كما أنه يتشابه أيضا مع تضاريس كوكب المريخ، حتى صورت عدة أفلام في أراضيه، كان منها فيلم The Martian الذي تم ترشيحه لسبع جوائز أوسكار من قبل. يوجد ارتباط وثيق ما بين المريخ ووادي رم، وهنا بدي أستذكر مقولة لمخرج فيلم The Martian اللي صور في هذه، فيلم عالمي طبعا تصور في هذه الأرض، وفيلم أخذ العديد من الجوائز. المخرج الفيلم The Martian قال: كل الصور التي صورتها في وادي رم التي كانت عن المريخ لم يعمل فيها أي تغيير سوى أنه غير لون السماء إلى اللون الأحمر حتى يعكس المريخ. فهذا الفيلم بهر الناس أين موجود هذه الطبيعة. بنقول للناس للي ما بيعرف هذه الطبيعة موجودة عندنا هون في وادي. المبادرة لاقت اهتماماً كثيفاً من سياح الأردن، وأثارت السماء إعجابهم وتساؤلاتهم وأفكارهم عن كوكبنا الأم وما حوله، كما التقطوا العديد من الصور التذكارية لتوثيق المغامرة. فيما يتعلق بسماء رام، أعتقد أنها فرصة رائعة لنا من كل الأعمار للتفكير وفهم ما النجوم. لقد كان عرضا مثيرا للاهتمام حقا من عالم الفلك حول ما يمكننا رؤيته في سماء الليل، ما أظهر لي كيف أن حجمنا صغير بالمقارنة بكل هذا الفضاء. كواكب وقمر في ليلة تمامه، هي صحبة زائري رم الذين هاموا حباً في جمال السماء وأيقنوا أن لها سحراً خاصاً لن يشفوا منه أبداً، وأن لهم عودة لواديها.